من جديد أهلا بكم. أهلا بكم. هي تحولات جذرية متسارعة يشهدها الوطن العربي في مجال مأمونية الدواء من خلال ما تمر به دول المنطقة متمثلة في إدارتها وهيئتها الرقابية إثر إصدار المدونة العربية لليقظة الدوائية واعتمادها من قبل مجلس وزراء الصحة العرب لتفعيل نظام موحد لمتابعة الدواء بعد تسويقه في الدول العربية. مؤتمر الكويت للاستخدام الآمن للدواء يهدف إلى إبراز أهمية التيقظ الدوائي وضرورة وضع نظام محكم لرصد الأثار السلبية للدواء وموازنتها مع منافعه بطرق علمية تستلزم وجود خبراء ومتخصصين في مجال متابعة الدواء بعد التسويق. تقرير يلقي الضوء مع ريتا بوديب. الكويت أول دولة عربية تستجيب للمدونة العربية لليقظة الدوائية التي اشتركت في تأسيسها لجان معتمدة من 3 دول عربية وهي الكويت والسعودية ومصر لتفعيل العمل تحت إطار موحد لمتابعة التفاعلات السلبية التي قد تنتج عن استخدام الدواء بعد الموافقة على تسويقه. طبعا هو تطبيق للاستراتيجيه العربيه للتيقظ الدوائي، يمكن هذه اول انطلاقات لاهتمام دوله الكويت في وجود مدونه متكامله وكذلك وجود تشريعات تنظم اليه استخدام الدواء الامن وكذلك التفاعلات وكذلك كل ما يخص الجوانب المهنيه والعلميه والتطور طبعا وسلامه وامان الدواء. التيقظ الدوائي مهم جدا في العالم الحين بالنسبه للادويه اللي قاعده تصنع من الشركات في اعراض جانبيه ما تذكر في البامفلت يكتشفها الطبيب أو يكتشفها المريض نفسه وبالمساعدة بين الطبيب وبين الصيدلي ممكن نرصد الأشياء هذه ونرفعها للWHO. قضايا الاستخدام الآمن للدواء تهدف لحماية الصحة العامة بصورة كاملة وحتى للميدان من الصيادلة كلمتهم. التيقظ الدوائي هو أحد علوم تخصص أو مهنة الصيدلة ولو دور فعال كبير متابعة الدواء مثل ما ذكرت ما بعد التسوق. كثير من الأدوية لما توصل الأسواق أكيد طبعا يقرأ عليها كثير من التجارب السريرية ولكن للأسف هذه التجارب السريرية محدودة العدد سواء كان مرضى أو كان متطوعين أو كان على نوع من أنواع الحيوانات. بالنسبة يعني 10 سنوات أو 15 سنة في وزارة الصحة لاحظت شيء أن المريض كل شهر أو كل شهرين يزيد عدد الأدوية اللي يأخذها. وفي إطار أهمية متابعة الدواء ما بعد التسويق لابد من أن تقوي دول مجلس التعاون قدرتها على تنظيم إعدادات الدواء. أتمنى أن يكون في مركز لنظام موحد خليجي للتيقظ الدوائي. ليش؟ لأن الآثار الجانبية في جميع دول العالم هي تطلع بشكل مفاجئ بعد تسويق الدواء. قبل تسويق الدواء فترة دراسة الدواء تكون فترة قصيرة. إدارة التيقظ الدوائي من شأنها متابعة تقارير جودة المستحضرات الصيدلانية والكشف عن الأعراض الجانبية واستقبال البلاغات المتعلقة بمأمونية وجودة الأدوية.